دائما اسمرو فكت ليد بوريم يعني الجواز كنت اتجاوز يعني يعني بخونك رخم يعني هات انشو ما معالات كده وتوكله مسال تبو يعني شوا قلت كنت ايسر على الموسري وانظر المعسرة متمرو في حالي ويباش با قم عملك وقال لهم باش قلت كر ياب احترام وياب تقدير سعرك مناسب شكي موسيرة يعني زنجينة اكي عادي من هذا قلت زنجينة دي استغلالاوي كم ان اول يشخاري هاتي دا استغلالاوي بكم ان يشور دا هاتي دا استغلالاوي والله يا هاي دهوكي والله والله شكي منو بكي غريبة دي استغلالي بكت ان هاي رمضان يا هاي رمضان دي ورا والله مكسبة حتى اربح وابني بيت واشتري سياره وتزوج زوجه ثانيه والى اخره حتى بوصي ندي حياته خدها بيش كتن استغلال ده عبرك يعني ما شاء الله روجك بسلمان برسينا وذكرنا يلا يا معود بجا يردي ويبغش ويبحلو حواله اوه طبعا اباون يتعامل لقى الشيطان كان حاشا ابو هوا قال لي بسلمان عزيز طيب بيشن طبعت من ابو اجمرو بك حالوي طنقوف با ومتعامل قال كربا دا بجم دي هرم يا معود في امان الله هكا تهبو بدا من هكا تنبو اهاش فيقا في قردانا تعوزا دهر الله 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 شوف السخاء السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة والبخيل بعيد عن الله بعيد عن قريب من النار بعيد عن الناس مروه سخی نزیکی خود تعالی نزیکی به حشته نزیکی به سلمانانه مروه بخیل قلص رزیل رزیل قلص حرف و طمع و جشعی کشتی چاوی توی تاری کری دویرش خود تعالی نزیکی جهنمیه دویرش خودان ایمانه طیب و انظر المعصر و قبضان رب خو سبحانه و تعالی وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يا رجل أجا باري تلد في كبد مالي تلد في كبد أجا دستوي خالبة مجالي بدي فنظر يعني انتظار وعطيه المجال إلى أن يفتح الله عليه كما فتح عليه نين الدتتا نخم باري تخد بي يا معواد خوني تكملي هاي يلا عيال كمني بمعبين شراتنا من هذا تبارا بنا خلاص باري مبين هذا هو رباني خاني فروت وكفتت كريادا وكفتت بندستي جشعيدا ويا طمعيدا والله لا بجا كريت شكريه طبعا دينو ما يشبيه كريت بويا ورقه ورقه جاز بيشن بيشن هدا يدبا دفتر بجا نضا دفتر حسابنا دفتر املاينا يا شباب يا طلبه دفتر الدولار العين دفتره شقا دفتره كان عندك بو هر هر ابا كيو المكريه هم أبي التجارات قال شيطاني كان تعاملون قال شيطاني ما أنا أدي براوتي تبع يوم الرخاء الدهوك دا يشيد بخو عردك كريت دا بيش تكريت بزبية توا فلان زبية بيش تكريت بيسري وجركي بيش دهرة وليس كبينة دا بتبين صح كان الرخاء صح كان الرفاهية دا بيف دا بتشان وليس دفين كان درش كان تاو بقابيتا في أمي تهد كسنتيما حساب عسير ما انا ابلع بس مبارن بدما تا يا معود اعلم برايتك ان هذا مخ عيالك بابا كا جيتك اخاني بخوابا كا يعني عيال خوب كما والله كريم اخي انا ارحمنا ملك من هي ماذا يعني تبيشي بو هندي تبيشي دم تبيشي نبو تو عفو الله يا بحشتي افنا بحشتي طبعا افنا بحشتي ساعتين او فيغا فيجي ما شاء الله تجاوز الحدود استيلاء على المال العام والاستيلاء على المال الخاص وخصب وغصب وسلب ونهب وام قال يخش مروفين ليغافي انت متنورين چونك طماع وجشع ظلم وعدوان يا نام مدى زيد ابو نافش متى عما لكن يا هي او كان ما بي ما يدبر تشزاني خداني وريسكي ليغافي متر متر سنتيمانا مترا دو صدا صدو پنجا آن سه صدا آن شست صدا اوشی درجه ده ها نو اکی بشری هزارن نو اک شست صدن نو اک چار صدن نو اک سه صدن نو اک دو صدن نو اک صدو پنجی نه وکی مجمع بروش که نو اک الله ينطيه يا غريب يا بي پشت و يا بي همي خود تعطا و دل يعني چو تقانع کت علي طالب زبرين ابا رب العالمين دبشتا في مروفيه
أبي وقصانة هي معاملات قال زنجينات كر وبالرحم وبشفقة ومجال دا فقير وجارة وقت قرأت قال كربا أنت شايف فرود بايدا ببدلتها حتى تهبد من هي يا أخي من هي زيت فروشم من هي خاني من هي زيت دمت إيجار أثناء خسارتم كو هاي بكي مثلا إيجار التابه لم والله كان صالحين والله أنصار ومهاجرين والله مش أختير خلكي مدينة إنا دونان مولا خود أقوتي مزاري بومن أبا بردين ما بيني أبا بو عيالي تأذى بو عيالي من أبا تخرب بون أبا بو نيقونه تكرن أبا بو استلاس العالم تكر أبا بو احتلال العالم تكر أبا بو غصب كر أبا نا بس بوانت بجمعوي عزماني خود درشت كان رب العالمين عزماني وانش مني بنت تدري أبا بكو عزماني خود درشت كان سر صلف الصالح وسر موحدة وبصلمانة رب العالمين عزماني وان كرت كان خوش بني بنت تدري حتى أخفت نشوان نايتن تشكي أبا عون يتعاملت قال شيطاني كان طبيعي بالتأكيد طيب رب العالمين بيشتي أجر عبد من تو أبا بي بيشتي وانا بي أبت حسابي بيشني أبا درباس كان حسابي قلنا كان بوشي يا رب العالمين بيش ما كان جي في حساب قلب سلمان أكل إياه أو حساب قلب قل خلكينا كات سعكنا رحمة خدي أو حساب قل خلكينا كات يعني بيش دي حرام بخبة وأخذي كريمة ما ولا زيد إني دمتا بس ديش كان جيبو منيني أبا عاوي دفاتر هاي ها بيبو مكان جيني سريه والله سريه بطزاني معاشي من محدودة بيش برا فما وخوت تدفي تما بلاش دمتا الله 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 شوف 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 يعني سعكت طماعي يعني أخي داتا مانا أنا تب خير بشي يا ربي خدي بركاتي بوتا ببيخي ويا ربي أغا بيتا كليل كخيري وخدي تعالى مالي تزيدك براي من أغتا بيشي بو وقتكي وزرال تنبيت كاتا چند بيشي دون بوم زبرة تا بيشي نابيت قردانا تعاضا في سبيل الله آش سعكنا تعاملا تعاملا بسلمانا رب العالمين دي بي أبي سماح لدفبو خلك عفو تكر وتعاملوا ويا شرعي بو يلا أبا بلا بوري ديش تبن سيبر عرشي يلا 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 مع الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين يا جماعة بيش ماني برد كبير مانا بغبر دعاة رحمي بو بكات مانا برا زائدا رب العالمين حجيب كتن زائدا قرطل ببشتن عذابا حسابي درباز ببت نجا أهل نجاتي بت أهل نجاحي بتن أز بيشم أبا سي فايدة خلاص وقتي ما خلاص إن شاء الله أجر أم تصاغبين هندي فايدة هندي خير الدجي بس أز بيشم أبا بس ما يكم تفكير أخد قالي كدوب كين يا ربي يا جماعة أم تعاملت قالي كدوب كين أم بالسلمانين أم بشرين أم مروفين تعامل أم مروفة أبا كو رب العالمين قلت يا ما أم بكين رب العالمين مهم يا شيكة خديت على ما تركش رحمه خديت على بري ما ندت حرامي ما تركش حلالي رب العالمين ما هم يوم موافقة أم دعاش خدي تعالى كن طلبت ما أبي امتحان كري وأبي امتحان ديكن رب العالمين نجاحتك ومطلق بتوان وان درجة بين أويتكو أو حشتك بو خدمة دينيخو وخدمة وطنيخو ويا مالاخو آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولأمة محمد أجمعين لا يحق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم علينا وعلى أمة صلى الله عليه وسلم أجمعين إخوة الإيمان أكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على جميع أنبيائك ورسلك صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم وأصحابهم وأتباعهم ومن اقتفى أثرهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أهل السنة والجمعة والجماعات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن ما ظهر منها وما بطن وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجت، ولا عيبا إلا سترت. اللهم اجعلنا واجعل والدينا وأقاربنا والمسلمين والمسلمات جميعا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من العتقاء، اللهم اجعلنا من الرحماء، اللهم اجعلنا من المحرومين، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم تقبل طاعاتنا كلها يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.